ثم قال الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. معنى الآية: في أول الإسلام آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فكان هذا التآخي يجعل المسلم يرث من أخيه الذي آخاه معه النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي بكر وخارجة ابن زيد، فأصبح أبو بكر يرث خارجة لو مات قبله، وخارجة يرث أبا بكر لو مات قبله، ومضى هذا بين المسلمين. هذا الحكم في كتاب الله المسطور في اللوح المحفوظ ليس هناك توارث بالتأخي، التوارث في الكتاب المسطور بالنسب، التوارث في الكتاب المسطور بماذا؟ بالنسب. وإنما وقع هذا عارضا لحكمة أرادها الله، فالله عز وجل هنا يرد الأمور إلى ما كانت عليه، فقال جل ذكره وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. والمعنى: إن بدا لك أيها المؤمن أن توصي بشيء لمن كان أخا لك فهذا حق لك ولا تثريب، فالإحسان والوصية باق، والصلة والبر والنصرة باقية، إنما الذي نسخ هو ذلكم التوارث. ذلكم التوارث إنما شرع لحكمة أرادها الله في مرحلة ما، ثم ما لبث أن عاد الأمر كما كان، أي كما قضاه الله عز وجل في كتابه كان ذلك في الكتاب مسطورا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي أردت خيرا، أردت وصية، أردت إحسانا، فهذا من حقك، لكن كورث شرعي هو له فيه حق مثل قريبك لا، وإنما التوارث يكون عن طريق ما كتبه الله عز وجل من القرابات وفق ضوابط الشرعية المعروفة في فقه الموارث. هذا المعنى العظيم لهذه الآية المباركة.